حانون على الجنوب وقاسي على بيروت. رابع سنة نحن بعدنا هون لأنه في حدا اسمه السيد حسن، حانون على الجنوب وقاسي على بيروت. السيد حسن إنسانيته بتبين بغزة، كميقته بتبين ببيروت. رسالة عالية السقف وجهها ويليام نون مباشرة إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله أشعلت جماهير الحزب. بس أنت تدعم قضية إنسانيا حسب هو دعمه سياسيا أكيد، بس نعتبر أنه داعم إنسانيا للقضايا وعم يشتغل فيها مثل ما هو شايف. لما هالقضية أكثر قضية إنسانية لبنانية وفي ضحايا من اللي معك فيها، لجك تقف ضدها وتخلي جمهورك كله يصير ضدها، وبالعكس يصير جمهورك هو الدفاع الأول ضد أهل الضحايا على هالموضوع. أهل الضحايا في من الكل، بس نقول نحن أنت حنون على الجنوب، اللي كلنا حانونين على الجنوب وبنحب الجنوب، بس بيروت ليش نحن ضد؟ اهالي بيروت بعتقد وقت اخذوا موقف سياسي ضد الحزب، شو عمل الحزب؟ عمل 7 ايار، يعني ولا مره يجي يخبرنا انه انا بدافع عن القضايا انسانيا لا انت بس شيء هيك ممكن يمس فيك عم تنزل بسلاحك، ونزلتوا كمان على الطيونه مع الرمان وراح 7 ضحايا، فالواقع هيك. مش عم بحكي سياسي اكيد، لأن انا مش عم بحكي لانه انا لا مرشح ضده ولا خصني فيه. كلام نون في الذكرى الرابعه لتفجير المرفأ جاء بمثابة رفع أصابع الاتهام بوجه نصر الله. كتعرقل بالتحقيق نحن بشكل مباشر وكتير واضح بنحط المسؤولية على السيد حسن بشكل كتير واضح، يعني بس هو يطلع يعمل 4-5 خطابات ورا بعضهم ضد المحقق العدلي، أنت مين أنت تجي أنت تنقي هاي المحقق منيح أو لا؟ أنت بالنهاية شو ما كنت قد ما تعلى مواطن، القضاء أعلى من الكل. يعني المنطق بيقول بس يطلع السيد حسن يقول إنه هيدي حادثة مش اعتداء، يعني هو بيعرف شو اللي صار، إنه يعني إذا عم بخبي اللي صار مشكلة، وإذا بيعرف شو اللي صار وفي شيء بيخصه كمان مشكلة. فنحن بنقول هو طلع برا إسرائيل بأول شهر من الانفجار بالوقت اللي كل اللبنانيين يتهموا إسرائيل. إذا إسرائيل هي العدو المطلق وهي أكيد العدو المطلق لنا كلنا، وأنا بس أجي أفكر بإسرائيل، يعني مش يفكرون إذا نحن ضد الحزب يعني مع إسرائيل، نحن بنكره إسرائيل بشكل كبير، وممكن احتمال كبير تكون هي قتلتنا إخواتنا قاصف المرفأ، عم نحكي احتمال. فنحن ليش بدك تطلع أنت تبرئ العدو اللي هو عدوي وعدوك وتحط ناسك وجمهورك ضدنا بالوقت اللي نحن ممكن نكون اثنيناتنا نأذينا من اسرائيل؟ مفروض كان انت تكون حدنا عم تواجه اسرائيل، وهي كانت اكبر حجه لك تفرج انه انت عن جد عدو اسرائيل بكل شيء، مش بس بالقصص اللي بتفيدك بوجودك على حدود او بالسلاح اللي عم يوصل لك. الرساله لم تستثني جمهور الحزب الذي هاجم اهالي ضحايا المرفأ طيله السنوات الاربع الماضيه. بس نقصفت الضاحي وراح الضحايا وشهداء اولاد ولو مسؤول عسكري، ولا حدا منا بينبسط، بالعكس نحن عنا مشكله معهم بقضيه المرفأ، قضايا كثير بالسياسه بالبلد اكيد، قضايا هن بالنسبه لنا عم بعرقلوها، بس نحن بالنهايه هن اولاد البلد ونحن اولاد البلد، فبس يموت حدا من عندهم نحن اكيد بنتعاطف وبنزعل، بالوقت اللي مش عم نشوف هالتعاطف والزعل من عندهم، بالعكس عم نشوف شماته واهانه ومسبات حتى للضحايا. رساله ويليام نون شقيق الضحيه جنون وصلت بوضوح وجرأة غير مسبوقه للمعنيه الاكبر بها، فبأي شكل يأتي الرد؟